والله في الآونة الأخيرة بصراحة الأمن في السنة الأخيرة كان جيد جدا. إحنا شفنا وزير الداخلية الشمري كان عنده خطوات ناجحة جدا، لكن الاستهداف والإرهاب هو إلى طبعا إلى وكر موجود لحد الآن، موجود أكو أفكار موجودة وشكو منتج رائع جدا بالبلد يستهدف، إذا أكو من شركات أكو من لغات أكو من منتجات يعني تطور البلد وتنهض البلد إلها من يرصدها ومن يستهدفها. فاحنا ندعو من كل الاخوه الموجودين في القطاع الامني انه يدير بالهم على هذه الامور، وان شاء الله التطور ملحوظ عندهم. انه كل مصالح الامريكيه هي معرضه للتهديد، اما اليوم تتحدث لي عن الموقف الحكومي، اعتقد الموقف الحكومي كان واضح انه هنالك متابعه وملاحقه للعناصر التي قامت بهذه التفجيرات، ان كانت المطاعم اللي يعني تتخذ الطابع الامريكي او معهد كامبريدج البريطاني او شركه كاتربلر الامريكيه. اعتقد القوات الامنيه هي ملزمه بحمايه المصالح الدول كلها داخل العراق ما دام هنالك اتفاقيات ما بين الدول، اما موضوع الموقف الشعبي فيبقى هناك رفض لوجود اي قوه اجنبيه غير عربيه على ارض العراق. حقيقه استهداف كتر بلر او المصالح المطاعم سلسله المطاعم الكي اف اس يعني استهداف خرق امني، لانه ممكن ان تستهدفها اعلاميا وتقدم اعتراضاتك وشعاراتك امامهم وتوصل رساله انه الامن بالعراق ما مخترق واحنا ممكن ان نعترض على المصالح. طيب احنا ليش انا كمواطن اقول ما حصل هنا قربنا، احنا ليش ما نعترض على كل الشركات الالمانيه والفرنسيه والاوروبيه ضد الخرق الامني؟ اي نعم طبعا كمواطن ضد الخرق الامني، هذا يسبب لنا رعب وخوف وبالعكس هذا نكون قلقين. انت ليش اخترقت الوضع الامني؟ لا اعترض بسلميه وقدم اعتراضاتك وصور واحنا وياك.